مرحبا. هاي نديم. كيفك رومي؟ جود. مرة جديدة نحن بدبي. نحن هون لنجرب نيسان جديدة. نيسان بركي مش كتير كبيرة بحجمها، إنما عندها قيمة كتير بالمضمون. هي واحدة من السيارات اللي تعتبر أساسية عند الصانع الياباني. بعرفكن عن نيسان سنترا 2013. نديم، شو رأيك بهالسيارة as a first look؟ بالشكل مميزة وبالمضمون مثل ما أنت قلتي، هالسيارة مهمة كتير عن نيسان. لأول مرة عم نشوفها عنا. السنترا سيارة صار عندها تاريخ بأسواق مثل أمريكا. حب نيسان ميدل إيست تجيبها لعنا على المنطقة، والبوزيشنينج تبعها هو أعلى شوي من الصني اللي بتحبوها، وأصغر شوي من الألتيما يلي كمان عندها قصة كبيرة بمنطقتنا. أصعب مهمة لهالسيارة هي إن بتنافس أسماء مثل تويوتا كورولا. عم نحكي عن بريميوم كومباكت سيدان، فيري تف نيش، فيري تف سيجمنت، وأهم شيء بدها تنافس هالأسماء وبدها هي تقدم كمان شيء جديد. من هون عندنا محركين 1.6 و 1.8، عندنا سي في تي نكست جينيريشن تبع نيسان يلي اكتشفناها بالألتيما ويلي هي بتعطيكم كتير اشياء بداخل السيارة. قدرت لحد هلا تاخذ المركز الاول بكذا محل من مساحات بالصندوق للليجروم لبعض التفاصيل يلي رح تشوفوها بسياق التقرير. رح نجرب السنترا اليوم بدبي سوا رومي، ورح نعرفكن عليها لهالسيارة جديدة ويلي اكيد مطلوب منا كتير. كليب ومنقلع سوا. مع إطلاق سنترا الجديدة لسنة 2013، عم بتواصل نيسان سياستها الهجومية بالأسواق، باعتبار أنه سنترا هي خامس سيارة جديدة بالكامل عم تطلقها الشركة اليابانية خلال فترة زمنية ما بتتجاوز 12 شهر. نيسان سنترا هي أجدد إضافة لإطاع سيارات كومباكت سيدان بالشرق الأوسط، وصارت متوفرة بكل الأسواق. منذكر أنه سنترا كانت تقدمت بجيلها الأول سنة 1982، بس ما بدأ تسويقها بالمنطقة العربية إلا مع الجيل السابع الجديد. من ناحية التصميم، حاولت نيسان تأمين سيارة فخمة نوعاً ما مع قياسات مش كتير كبيرة ومع خطوط عصرية. فينا نلاحظ تحسينات بالتصميم مثل الجريل المصنوع من الكروم، وسبويلر أمامي كبير مع فتحات تهوية أو أضوية إضافية، وكمان التموجات الجانبية على البواب، واستخدام تقنية LED بالأضوية بالأمام والخلف. داخل المقصورة، المكونات أفخم من المعتاد بهالفئة من السيارات، والتجميع النهائي لهالكومبوننتس مشغول على الإيد. سنترا بتسيع 5 باسنجرز وبتوفر مساحات جلوس للركاب بالخلف، هي من الأكبر بفئتها. المقصورة فيها عدة جيوب تحميل، وسعة الصندوق 510 لترز. مواصفات السلامة بتشمل إيرباكز أكيد، الداشبورد عملاني، والستيرينج ويل مجهز بزرار للتحكم. التجهيزات بتشمل ساتلايت نافيجيشن سيستم، ودول زون اي سي مع فلتر، وفتحات مستقلة للركاب بالخلف، وكاميرا بتساعد السايق على صف سيارته بشكل آمن،
وبلوتوث للتواصل اللاسلكي مع التجهيزات الإلكترونية وبطليعتها الموبايل. الأوديو سيستم ممكن يكون من تطوير شركة بوز مع شاشة عرض كبيرة وملونة. ومن الممكن الاستفادة من وصلات مخصصة لتشغيل آيبود ويو أس بي ولتأمين طاقة كهربائية بقوة 12 فولت. ميكانيكياً الهدف من نيسان سنترا الجمع بين الحركة النشيطة على الطريق وكلفة الاستخدام المنخفضة بمصروف البنزين، والهدف كمان تأمين سيارة قيادتها والتحكم فيها سهل مع قدرة كبيرة للسائق للسيطرة على البرفورمانس بكل الظروف والحالات. أداء نيسان سنترا النشيط متوفر بفضل محركات جديدة بسعة 1.6 أو 1.8 لتر، الأنجن الكبير بقوة 130 حصان. ومعدل استهلاك البنزين 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر، وهي نسبة منيحة لسيارة طولها أكثر من 4.5 أمتار. نقل الطاقة للدوليب بيصير من خلال جيل جديد كلياً من إكسترونيك سي في تي، وهالترانسميشن بتساعد على استخراج كامل طاقة المحرك على سرعات دوران منخفضة، وهي بتتحول من ناعمة لعصبية بمجرد الضغط بقوة على دعسة البنزين. قدرات التوقف السريع بحالات الطارئة مؤمنة بفضل بريكس فعالين بيستفيدوا من مجموعة من التجهيزات الإلكترونية مثل ABS لمنع الانزلاق، وEVD للتوزيع الإلكتروني لضغط الكبح، وBA للتفعيل التلقائي له الضغط عند الضرورة. السسبنشن مستقلة مع مكونات كفيلة بتأمين الثبات والتماسك بشكل دائم، خاصة أنه دوليب فيهم يكونوا قياس 16 إنش. ما في شك أنه سنترا جديدة رح تلعب دور نموذج ناجح لسيارات نيسان ضمن فئة كومباكت سيدان، إن كان بأسواق الشرق الأوسط أو بالعالم. ستارت ستوب باتون بسيارة بهالفئة تو أندرلاين. رحب فيكم بالنيسان سنترا 2013. مثل ما قلنا عندنا محركين 1.6 و 1.8. اذا كان عندنا محرك 1.6 بهالسياره بتبقى مزوده بعبه غيار يدويه، انما ال 1.8 بتصير مع السي بي تي نيكست جينيريشن من الجيل الجديد اللي قدمته نيسان مع الالتيما لاول مره. بتحسوا هون كيف بتتفاعل السيارة مع different kind of surfaces. انطباعنا بالداخل عندنا سيارة غنية بالمكونات طبعا. الانسترومنت كلاستر جديد كليا، يعني هو ما عم نشوف انه في اشياء مأخوذة من غير سيارات. It's a new car. حتى عندنا wood impression هون، leather steering، حتى leather seats كمان بالعربية الأبر كلاس، نافسات، نظام مليحة نافيجيشن حتى كمان يخدكم على المسار اللي بدكم إياه بدون ما تضيعوا وتغلطوا بالطريق. Air Condition Dual Zone Climate Control، أكيد Auxiliary In و USB Port بها النيسان، وأكيد ما رح أذكر باقي الأوبشنز مثل الأيرباكز متعددة وكثير من التفاصيل صارت باي ديفولت موجودة بالسيارات الجديدة. اللافت بالسنترا الجديدة كمان الـ LED screen المعتمد بالإضافة للـ LED tail light، وكمان كتير features مميزة بهالفئة. عم نحس حالنا بعربية عم تعطيك أكثر بكتير رومي من اللي أنت عم تدفعيهم. شو رأيك بالسنترا الجديدة؟ سيارة كتير مريحة وسيارة كتير مريحة للتكنولوجيا اللي فيها، واللي بيميزها للسيارة أنه كل عائلة بتستخدمها، الأم والبين والولاد، ونروح فيها على الجامعة على الشغل ونشوي العائلة. عظيم، ما زال الأجواء أجواء كسدور. خلينا نكفي مشوارنا سوا بدبي ونتعرف على السنترا 2013، طراز جديد من نيسان لمنطقتنا، نشوفها إن أكشن بكاميراتنا من الداخل والخارج.